بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله محمد الصالحين، واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله. ثم اما بعد، اليوم الاثنين الموافق 26 من شهر اكتوبر لعام 2020 تم استلام الدفعة 16 من يوم الاضاحي من مدينه اوقاف كنا وقدرها 4 أطنان، فيكون اجمالي ما تم استلامه الى الان لمدينه اوقاف كنا 60 طنا لتوزيعها على الادارات الفرعيه للاسر الاولى بالرعايه بناء على تعليمات معالي وزير الاوقاف حفظه الله ورعاه، وكل عام وانتم بخير. حضر فضيله الشيخ شعبان مراقب عام الوزاره لتسليم الدفعه 16. تسلمت مديرية أوقاف كنا هذه الدفعة 16 لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وكل عام وحضراتكم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تم وصول عدد 2 طن من لحوم الأضاحي إلى مديرية أوقاف أسوان بإجمالي عدد سابق 32 طن، فيكون الإجمالي الجميع 34 طن، وذلك لتوزيعها للأسر الأولى بالرعاية، وذلك اليوم ظهر يوم الاثنين الموافق 26/10. وكل عام وأنتم بخير، اللهم وفقكم.